يا مساء الخيرات والإشراق، وكل عام وحضراتكم بألف خير يا رب. عيد الأضحى المبارك يا رب، أيام كلها بركة يا رب، أيام أحلى ما نتمنى يا رب، ما يحصلش ولا أي حاجة تعكر صفوكم ولا تبدد فرحتكم بالعيد يا رب، كل أيامكم أعيد. أنا بمسي عليكم وبقول صباح الفل لكل اللي بيشوفونا الصبح في الإعادة الساعة 9 الصبح، ودايما كمان بالعامية المصرية المفردات الحلوة العوافي عليكم دايما. وبمسي وبصبح صديقتي الجميلة وزميلتي مفيدة، عندها ظرف طارئ النهاردة فاعتذرت، بس أنا قلت لازم تكون معانا برضو ونقولها كل سنة وان طيبة ونعيد عليها، ونتناقش أنا وهي في الانترو لما تكون جاهزة إن شاء الله. يمكن الأيام اللي فاتت من أكتر الحاجات الإيجابية، بما أن السوشيال ميديا بقت أغلبها للأسف أو اللي بيسيطر عليها، هو أكيد مش هو ده الحقيقي، لكن ده اللي مسيطر ومتشاف على السوشيال ميديا، كلها نماذج السلبية جدا، كلها الآراء السلبية جدا اللي ممكن يبقى وراها جهات كتيرة، واللي ممكن تبقى بحسن نية احنا بنعملها شير وبنعلق عليها أو بنصدق، وهي ممكن يبقى فيها جزء من الحقيقة أو بلا أي يعني ولو سنتي من الحقيقة، يعني خالية من الحقيقة أو جزء صغير جدا من الحقيقة، ونفضل نركب عليها حاجات غريبة. لكن لما يظهر بقى نموذج لراجل بيتعامل مع زوجته بشكل فيه كل التقدير والاحترام، بنلاقي على طول احنا بنبقى سعداء. العين بتقع على الحاجة الإيجابية يا جماعة زي الحاجات السلبية، فنكتر من الحاجات الإيجابية. الكلام ده طبعا بمناسبة الاحتفاء بنموذج البطلة بسنت حميدة وجوزها الرائع المساند الداعم محمد عباس، اللي بعد فوزها في دورة ألعاب البحر المتوسط توجهت على طول ناحيته، باست إيده، ودي فيها معاني كتيرة جدا 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 بتقوله، أو لو الست بتعمل كده يبقى الراجل هو يمثل كل العيلة، هو الأب والابن والداعم والساند، والعيلة كلها فيها كل المعاني. هي راحت وعينيها بتلمع من الفرحة وبتبوس إيده في مشهد أثار كل الإعجاب والتقدير، وكمان عملت له رسالة حب كبيرة ومعانيها رائعة، وبجد كل الناس انبسطت فيها وبدأت تشيرها من صدقها وعمقها وروعتها. قالت تعجز الحروف أن تكتب لك كل ما حاولت ذلك، ولا أجد في قلبي ما أحمله لك إلا الحب والعرفان والشكر. ما قدمته لي يعني كل ما صنعته لأجلي كي أصل إلى الذي وصلت إليه في يومي هذا، لساني يقف عاجزا عن أن أنا أقول لك أي شيء. عبارات الشكر قليلة، كلمات الثناء لا تستطيع أن تفيك حقك، فأنت في كل شيء في كل الأوقات. يتخيلوا لما ست تقول لراجل أنت كل شيء في كل الأوقات، يعني وأنت ما ألقاه حينما أحتاج أي شيء. يبقى تخيلوا هذا النموذج من الرجال، والستات طبعا بترد التحية دايما بأحسن منها ودايما بأروع منها، وبتكمل له لك الشكر على كل ما قدمت يا من تمنح بلا انتظار. وده معنى رائع جدا، فكرة الإيثار، وإن أنا بدي مش منتظرة حاجة طالما أنا بدي بصدق وحب. وبتقول دايما إن أنت واقف جنبي في كل شيء يا أغلى الناس، مدربي وزوجي العزيز العظيم، ما أروعك يا بسنت. وأكيد هو يستحق كده، والصورة اللي الناس فرحت بيها وهو شايلها على ظهره، دي مش بس إن هو شايلها على ظهره بالمعنى اللي احنا شفناه، هو شايلها على ظهره بكل المعاني اللي ممكن نتصورها في الدنيا، وبقت معانا مفيدة. يا مفيدة كل سنة وانت طيبة. وانتي طيبة يا سوسو، كل سنة وانتي طيبين مشاهدينا، وانا بعتذر ان انا مش موجودة النهاردة، معلش يعني عندي ظروف كانت يعني خارج الطاقة ان انا ممكن اجي النهاردة، بس
يعني ده ما يمنعش ان انا عايزه اقول لكل المشاهدين كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعيد اضحى مبارك ومتجمعين دايما يا رب. ويا سهير معلش سايباك لوحدك وحبيبتي، على فكره بميل يا نجم جدا لما بشوفك لوحدك. وانا بفتقدك جدا لما بكون لوحدي. وبوسي ماما وسالي حاضر. وبنوتك القمر منا ويعني كل حبايبك. وكنت يلا بقى فرصه وانت موجوده يعني في كل الاحوال هشقيك يا شقيك انت عارفه. واه عارفه يعني انا طول الوقت يعني بشقيكي. فكرة أكيد شفت الصورة اللي فيها كابتن محمد عباس شايل بسانت على ظهره، دي معاني كبيرة جدا مش بس مجرد صورة، ده معنى كبير ورسائل كتيرة ومواقف أكيد كتيرة إنها إن هو شايلها ودعمها وبيحبها. نموذج هذا الرجل يعني كتير ولا كالعادة هتقولي قليل؟ الاول مبروك لبسانت، هي بطله تستحق النجاح اللي هي وصلت له. والحلو في بسانت ان هي ما قالتش انا فزت لوحدي او ده كان مجهودي لوحدي، لا قالت ان في شخص اخر ليه علاقه بالنجاح ده وان هو جوزها. الكلام اللي هي قالته عن جوزها من الواضح جدا ان هو يستحق ده، ده راجل مختلف. لو هرد على سؤالك اقدر اقول لك ان هو لا مش كتير، مش من النماذج الكتيره ان هو يؤثرها عن نفسه ان هو يدعمها بالشكل ده. بس هقول حاجه عشان برضه ما نظلمش رجاله كتير واحنا في العيد ومش عايزين هم يزعلوا مننا. نظرا لشغلته هو برضه المدرب الخاص بتاعها، فاعتقد ان هما الاثنين مشتركين في النجاح ده لان حياتهم متظبطه بطريقه ان هما الاثنين بينزلوا مع بعض التمرين، هما الاثنين عايزين البطوله والنجاح، ده بيدي من وقته وهي بتدي من وقتها، هما الاثنين بيشاركوا بعض لو في حاجه في البيت محتاجينها. فبالتالي ده نموذج ما يتكررش كتير، البطله والمدرب بتاعها كون بقى ان هما متجوزين وهما الاثنين حققوا النجاح ده، فده صوره رائعه. لكن مش كل الرجاله في هذا الدعم، يعني كانت ما بقاش في برنامج الستات كانت الدنيا بقت اهدى والدنيا ما بقاش فيها مشاكل خالص والرجاله بقى. ما هو برنامج الستات مش قايم على المشاكل، ما احنا بنقدم طول الوقت حاجات ايجابيه يعني وفي رجاله رائعين طبعا. برنامج الستات قائم على ان احنا يعني ايه بنصحى الصبح كده نشوف مين عمل ايه في مين، الستات ولا الرجاله، يعني فكره ان احنا طول الوقت بنقول لهم احنا محتاجين منكم كذا عايزين كذا. لو كل الرجاله بنفس فكره التضحية والتواضع والحب الرهيب اللي جوز بسنت قدمها لها ما كانش الدنيا فيها مشاكل وما بقاش فيه معدلات انفصال ورجاله مش طايقه ستاتها وستاتها بتشتكي من رجالتها وهكذا. يعني على كل حال الحب عدوى، واللي بيعمله برنامج الستات ان احنا بنحاول ان احنا يبقى عندنا يعني جزء نتعشم يعني ان نكون بنحققه اللي هو فكره الـ الوعي. كل سنه وانت طيبه وكل حبايبك طيبين وكل زمايلي في الاستوديو بحبكم وحشوني. كل سنه وانتم طيبين، مش هقول اسم لان انا بحبكم جدا جدا جدا. وبعدين احنا هفتقدك كمان، ده المطبخ ده في مطبخ النهارده واكل العيد. لا انا مكانك محفوظ، انت ملكه المطبخ. انا حق انا هبقى مشرف مراقب زي ما ايه. لا 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 مش هنولك دي ابدا، مش هنولها لك. المطبخ محتاجه مساعده حبيبتي، كل ست تطبخ لوحدها ما تقلقيش ما تقلقيش. لا بس هنسيب مكانتك زي ما هي، مكانك زي ما هو. انا هتنزل على مكانتي بس اشوف الطلعه دي اطلعي. وبعدين ومعايا التورتات النهارده وقلنا هنحتفل بقى وكده يعني، فينفع يعني رهام ابراهيم جاب لي تورته فظيعه عشان عيد ميلادك يا بابي. انتوا عمالين يعني انتوا بتزنوني يعني انتوا بتزعلوني. لا والله انت عارفه زميلتنا ريهام ابراهيم فاجئتني بتورته حلوه. رباب عبد العاطي جابت لي تورته فظيعه، هي جت هنا طبعا اتدمرت لانها دورين وحركات جامده جدا. بس احنا يعني في كل الاحوال هنفتقدك جدا في المطبخ.
لكن انت معانا طول الوقت يعني. ان شاء الله كل يا سنه حبيبتي، وانت طيبه ونرجع وانت طيبه، ونرجع بعد العيد هنرجع اقوى ان شاء بمفاجآت الله. تانية مش هنقولها غير لما نرجع. لا لا، احنا ممكن نقول ان احنا ان شاء الله بعد سمعت العيد، الأولى بس يعني مش هنقول لكم دلوقتي امتى بعد العيد. ان شاء الله هنبقى معاكم من السبت للاربع ان شاء الله، بس امتى هنقول لكم تباعا ان شاء الله. يعني ده بناء على طلب كتير جدا من مشاهدينا، وكل الناس بالظبط. حابه انها تشوفنا كل يوم، فعشان خاطر عيونكم احنا ما نقدرش ابدا نزعلكم، فعشان كده ان شاء الله هنحدد وهنطلع 4 ايام في الاسبوع. 5 ايام ان شاء الله، خمسه عشان خمس ايام. الحسد. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي، 5 ايام في الاسبوع يا كلام. 5 ايام. كل سنه وانت. انا عايزه طياره لو سمحت من التجمع للمدينه. كل سنه وانت طيبه ومفيده، وحبايبك طيبين، وفته وحاجات حلوه بقى في العيد ان شاء الله، ونشوفك ان على شاء خير. الله. شكرا يا مفيده، شكرا، باي باي. وطبعا زي ما بسنت اشادت بدور جوزها، نرجع لبسنت النموذج الرائع وكابتن محمد عباس، ناس كتير اشادت بيه وكتبت عنه ان بعد ما شفناه داعم ليه وايمانه بيها، لانه كان ممكن يتجوزها حتى وهو مدرب زي ما مفيده بتقول، ويقول لها وقفي بقى، احنا اتجوزنا، انسي بقى اللعب، ركزي في البيت، عايزين اللي هو التقليدي والطبيعي. لكن هو ما عملش كده، عشان كده زميلنا الاعلامي والكاتب الجميل احمد سالم كتب على صفحته كلام رائع جدا، قال زي ما وراء كل عظيم امرأة، واضح ان وراء كل عظيمة رجل بيحبها ويدعمها ويسندها ويسندها لغاية ما تحقق حلمها. زوج بسنت حميدة ومدربها أرجل من ملايين نقط بيخافوا من نجاح زوجاتهم. ربنا يسعدهم ويخليهم لبعض، ويفضلوا نموذج ملهم للأسوياء ومستفز نقط. بنشكرك يا احمد، وكلامك رائع، ودايما بتكتب حاجات حلوه جدا، بيستوقفني طول الوقت يا احمد اللي انت بتكتبه. احمد سالم شكرا. نشوى الغندور كمان كاتبه صحفيه اشادت بيه وكتبت على حسابها، الرجاله حلوه اهو يا ستات، لكن انتوا اللي بتروحوا تجيبوا من الوكاله. انا شايفه ان انت بتظلمي الوكاله، يعني الوكاله برضو فيها حاجات حلوه قوي على فكره، اللي يدور هيطلع من الوكاله حاجات حلوه جدا، فالمقارنه ممكن تبقى ظالمه شويه بس دمها شربات. يا جماعه، في رجاله كده وفي رجاله فاهمه انها لازم تحترم وتقدر المراه اللي معاها وتدعمها. الراجل المحترم الفاهم اللي بيستوعب الست اللي في حياته موجود، والراجل للاسف اللي لا بيفهم ولا بيستوعب ولا بيحترم الست اللي في حياته للأسف برضو موجود. الفكرة مش ان يكون راجل طول الوقت بتكلم عن احترام المرأة وتقديره، ناس كتيرة جدا ومثقفين وعندهم ازدواجية كتيرة جدا، وتلاقيه هو نفسه ما بيعملش بده، هو يدوب مجرد كلام في كلام في كلام، كلام عابر بيكسب بيه احترام الناس اللي حواليه أو لايكات على السوشيال ميديا. يعني في النهاية هي مجرد شكليات، لكن الأفعال الحقيقية عكس ده تماما. لكن يفضل بقى الراجل اللي حقيقي بيحترم المرأة اللي في حياته، هتلاقيه بيحترم والدته وبيحترم إخواته البنات، بيحترم فكرة المرأة، مش إن هو بيحتقر كل النساء ويحترم الأم، لا. في رجالة كتيرة جدا عندها القصة دي، الأم مقدسة، بقية النساء لا، حلال فيهم أي حاجة، ينتهكوا يعني ملهمش حرم وملهمش غلاوة وملهمش قيمة وملهمش تقدير. فتلاقيه بقى بيهينهم، يمد إيده عليهم، كمان لما يتجوز يعيد إنتاج نفس السلوك ويعامل مراته بأسوأ ما يكون. لكن الراجل اللي بيحترم المرأة وبيحترم إخواته، بتلاقيه لما يتجوز بيعمل نفس الشيء، نفس الاحترام والتقدير والدعم والتشجيع، وسعيد بنجاحها وفخور بنجاحها من غير أي عقد. عندنا احنا نماذج كتيرة جدا على فكرة، عندنا في الصحافة أستاذنا لويس جريس والكبيرة الرائعة العظيمة سناء جميل، هو كاتب كبير ومهم، وكرئيس تحرير
صباح الخير، ومع ذلك طول الوقت كان يقول سناء 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 ويقدمها ويبقى فخور بيها وبنجاحها وبيدعمها، رغم انهم ما خلفوش وفضلوا مع بعض لاخر العمر. فالنماذج كتيره. كمان محمد صلاح اللي كان حريص جدا على دعم بسنت حميده، محمد صلاح طول الوقت ايقونه وطول الوقت ملهم. محمد صلاح كمان هو نموذج في حد ذاته، وهنا بسنت، ولكن بعض الناس طبعا اللي هم طول الوقت بيشككوا بيكتبوا كلام عجيب تجاهلوا انجازها الرياضي وركزوا في حاجات تانية جدا، شكليات، والناس مشغوله بجد بفكره لبس الست. انت مشغول ليه على فكره؟ يعني دي حاجه بين اي حد وبين ربنا، دي حريه شخصيه، وربنا انت مش وكيل ربنا على الارض، ولا انت ليك ان انت تتدخل. مين سمح لك ان انت تهين حد؟ مين سمح لك ان انت تعمل سكرين شوت للرساله اللي بتعملها او حد بيعملها علشان فيها اهانه وتشير اي حاجه؟ مين ليه الحق كده؟ يعني مين بيدي لنفسه هذا الحق؟ يعني هل في انسان صحي سوي صحيح ممكن يعمل الحاجات اللي احنا بنشوفها موجودة دلوقتي على السوشيال ميديا؟ اكيد ده مش موجودة ابدا. خلينا نشوف رسالة صلاح لبسنت، واللي هي عملت لها سكرين شوت وبعتها لها، وكتب من اعظم الانجازات، او هي كتبت انه من اعظم الانجازات ان يتم التشجيع والتهنئة من اعظم وافضل لاعب في العالم. شكرا محمد صلاح، فأنت لست قدوتي وحدي، بل أنت قدوة العالم بأكمله. وإحنا كمان بنقول لها معاها لصلاح شكرا صلاح. لو بصينا بقى على صلاح نفسه كزوج، دايما هو دايما داعم لزوجته وبيشجعها وبيهديها النجاح وبيعترف بدورها ودايما فخور بيها في كل مناسبة، ده غير الاعتراف زي ما بنقول بدورها الكبير في حياته كزوجة وكأم. عندنا الحقيقة نماذج كتير في الرياضة، مثلا في لعيبة التنس كتير جدا عندهم القصة دي. يعني في حد مهم جدا من لاعيبة التنس في العالم، نموذج رائع، اللي هو علي فرج. علي فرج ده المصنف الأول عالميا، اللي في عز نجاحه وتألقه تجاهل الكلام عن نجاحه واتكلم بس عن نجاح زوجته، إن هي رجعت وبتلعب وبعد شهور من الحمل والولادة. يعني واحد نسي هو بيحقق ايه وافتكر بس ان هو يتكلم على مراته ويقول لها كلام رائع ويدعمها علشان ترجع بعد الحمل والولادة. علي فرج نموذج يحترم، واكيد في رجالة كتير جدا زي ما بنقول دايما سادة في الوفاء وسادة في الدعم. طبعا علي فرج هو لاعب السكواش زي ما قلنا، هو المصنف الأول عالميا في السكواش. إذن في النهاية في رجالة كويسة ورجالة محترمة، وفي راجل فعلا بينور الست، وفي راجل بيطفيها. هو بيطفيها إزاي؟ هو بيطفيها بالتسلط، بيطفيها بأن هو طول الوقت بيكسر فيها. صحيح الجملة دي بقت مجال للسخرية وبقت نكتة، لا هي مش نكتة. في ست بتنور لما يكون الزوج بيقدرها وحريص على مشاعرها وحريص على مشاركتها كل لحظة، وفي ست بتنجح وبتتحقق لأن جوزها بيدعمها. في ست ممكن راجل بقى يهد فيها كل طموحها ويكسرها ويبقى متزمت وطول الوقت انتقاد فانتقاد وتقليل من شأنها. لكن في كل الأحوال رغم كل الإحباطات اللي ممكن يقدمها رجل، ورغم كل التقلبات اللي هو حتى ما بيشكرهاش لو هي عملت أكلة حلوة تعبت فيها، يعني إلى هذه الدرجة في شخصيات ما بتعرفش تشوف الحلو، في شخصيات ما بتعرفش تشوف غير السيء بس وتنتقد طول الوقت، هي بتبقى دي طريقتها. وعلى فكرة الشخصيات دي ما بقاش لها عليك خالص، لأنها بتبقى شخصيات فيها جزء أو فيها مس من أمراض نفسية.
المرض النفسي نفسه ممكن يتعالج حتى لو أخد وقت، لكن الشخصية اللي عندها مس من اضطراب نفسي أو مكتوبة في الكتب متصنطة أي نوع هذه الشخصية، الشخصيات دي بلا علاج. فلو أنت ربنا بعت في طريقك حد من هذه الشخصيات وربنا كرمك ان انت تكتشفيه، من فضلك ما تكمليش، لان التكمله معناها حياه جحيم في جحيم او طلاق، وممكن يكون في اولاد فيبقوا هم ضحايا كده. والولاد والرجاله والامهات تحاول تنتبه وتربي ولادها على ان هو يكون نموذج سوي صحيح، يعني يكون متخلص من كل المشكلات، يعني لأن الشخصية بيبقى فيها استعداد، لكن المناخ وثقافة المجتمع بتكمل، فبتنمو الشخصية في الاتجاه الصح أو في الاتجاه السيء. أما فكرة إن الست بتطفي كمان بإرادتها، يعني مهما كان هذا الرجل غير داعم، فأنت يعني مش راجل اللي يطفيكي ومش راجل اللي يهدمك، حتى لو لبعض الوقت، بعض الوقت تمام، لكن طول الوقت لا، طول الوقت تبقى أنت إرادتك اتشلت، ويبقى أنت فقدت فعلا الثقة في نفسك. ما تفقديش الثقة في نفسك، خليكي طول الوقت قوية، خلي إرادتك في إيديكي، محدش ينتزعها منك أو حد يكسرها لك، حتى لو لبعض الوقت ممكن كلنا ممكن نتعرض لأزمات، بس نبقى لبعض الوقت احنا عارفين وان احنا هنتعافى برحمة ربنا وبحاجات كتيرة جدا من نعم ربنا، لكن هنتعافى طبعا مساندة الأصحاب، لكن هنتعافى كمان بإرادتنا، ان انا لا انا مش هستسلم، لا انا مش هفشل، لا انا مش راجل هيطفيني وراجل هينورني، لا 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 لا، انا اللي هنور نفسي. لو هو موجود وداعم وبيكمل النور والشغف والطموح والنجاح اللي أنا بحلم بيه، يبقى الحمد لله ألف حمد وشكر. برضو لو هو بيعمل العكس، شكرا الحمد لله على كامل النعم التانية اللي في إيدينا، لكن ما نستسلمش لأي وقعات، ما نستسلمش لأي خذلان، ما نستسلمش لأي صدمات، ناخد وقتنا ونتعافى من الصدمة، لكن نبقى مقررين ان ده وقت بس، مش هنديله وقت اضافي، يعني ماتش وهيخلص في ميعاده، لا هنديله بقى وقت اضافي نفضل احنا نجر في الاحزان، ولا ان احنا يبقى بنوقف حياتنا علشان عندنا مشكلة او عندنا صدمة او عندنا راجل يعني في مشكلات نفسية. والكلام كمان للرجالة، بس احنا يعني مش احنا منحازين للمرأة على فكرة، في نوعيات من النساء برضو عندها مشكلات كتيرة جدا، وممكن تكون هي بتعمل العكس في الراجل على فكرة، يعني نفس اللي بيعمله الراجل في الست ممكن الست تعمله في الراجل، وتبقى على فكرة بارعة جدا. يعني المرأة لما بيكون عندها مواصفات الراجل في التكسير بتبقى أقوى كتير كمان من الراجل. فالولد برضو أو الراجل لو صادف تجربة كده في حياته، يبقى برضو هو مقرر إن ده مباراة هتنتهي، أنا عارف إن أنا خسران فيها، بس خلاص خلصت الماتش، خلصت المباراة، أنا لازم أقوم لأدي لنفسي وقت إضافي، ولا أتعامل على أنني مهزوم طول الوقت وأعيش في مظلومية طول الوقت، لأ أنا خدت وقتي وقررت إن خلاص إن أنا هقف، إن أنا أستحق إن أنا أكون أحسن، ربنا خلقني في أحسن تقويم، فأنا محتاج أكون أحسن، ربنا مديني نعم كتير جدا، فبص على النعم دي وما بصش على الشيء السلبي. يا رب أيامكم كلها حلوة، يا رب ربنا يرزقكم بكل الناس الحلوة، وإحنا عندنا في حلقتنا ناس حلوة كتيرة جدا، يا رب إن شاء الله تبقى حلقة ممتعة، وكل سنة وانتم طيبين ويومكم زي الفل، ونشوفكم بعد شوية. بنجد تحية لكل المشاهدين. أنا كان نفسي الكاميرا تجيب على عيون محمد نجاتي وهو بيتفرج على التقرير والدموع. حقيقة شكرا.
احنا اللي سعداء بيك انت، يعني حد موهوب جدا وعرفت النجومية من طفولتك وعملت اعمال مهمة جدا، لكن فجأة في اخر 3 4 ايام ده طلعت فيديو كده بتقول انا هعتزل لو ده اعتزالي هيريح الناس، ايه؟ وبعدين دلوقتي وانت بتتفرج على التقرير عينيك كلها دموع، في ايه؟ والله يعني الدموع دي دموع فرحة يعني وسعادة، اني مبسوط اني انا عند الناس حاجة كويسة، شايفاني في منطقة كويسة الحمد لله، فبس مش اكتر يعني. اما بالنسبة للحكاية اللي حصلت دي فهي يعني ما هو الا انا كان نفسي اقول الكلام ده من بدري على فكرة، يعني اللي حصل ده كان مفيد جدا بالنسبة لي. ليه؟ لان انا كان نفسي اقول الكلام ده من بدري. يعني اللي عمله زميلنا عمرو صحاح، صحفي زميلنا صحصاح، هو صح جواك وصح جوا الناس حاجات حلوه على فكره، عكس ما انت اتضايقت وطلعت عملت الفيديو، يعني ربنا كانه بيكرمك من حيث لا تحتسب، او بيخلق من قلب المحنه دي منحه حلوه ليك. الحمد لله طبعا على كل شيء، انا دايما بحمد ربنا على كل حاجه حلوه وكل حاجه وحشه، لان انت ما تعرفيش ممكن يبقى جوه الوحش ده حاجات كويسه. لكن اللي انا مبسوط منه ان انا كان في حاجه عايز اقولها للناس واقولها للصحفيين واقولها لحد بيسالني انت ليه ممكن تكون بعيد عن الاعمال المهمه مثلا، او انت ليه ما عملتش البطوله المطلقه لغايه دلوقتي، او ليه ما بنشوفكش مع المخرج الفلاني مثلا. دي بتبقى اسئله ملهاش اجابات، يعني انا بعتبر ان هي من السذاجه ان هي تتسال لفنان. طب انت مش شايف ان انت عندك جانب من التقصير؟ يعني انت مقصر ان انت ما اشتغلتش على موهبتك، ولا انت المفروض الفنان اللي صاحب موهبه وصاحب موقف يستنى لحد ما الشغل يجي له لحد عنده ويقول لا اصل انا ما عنديش شلاليه، اصل انا كذا، اصل يعني هو الحقيقه تقليلات. ان الفنان ده لازم يكون عنده موهبتين، انه بيعرف يمثل وانه بيعرف يعمل علاقات يسوق نفسه. انت ما عندكش الموهبه الثانيه ولا عندك؟ ما عنديش بقى الموهبه الثانيه دي، انه يعمل علاقات. انا بحب اعمل علاقات حقيقيه، يعني انا بحب سهير، بحترم سهير، فاكلمها واتواصل معاها، مش عشان خاطر سهير وراها فيلم او وراها مسلسل او برنامج او كده. دي حاجات انا ببقى مخنوق منها وانا بعملها، بحس ان انا مش حقيقي يعني، وانا بحب اعيش حياتي حقيقي. فممكن اكون انا ما عنديش الموهبه اني انا اعمل علاقه مع مخرج ما او فنان ما عشان خاطر يبقى من وراه مصلحه، لكن انا موهبتي كلها ومجهودي كله بحطه في الدور اللي انا بلعبه، ودايما بحاول ان انا اكون مختلف، فده بيحتاج مجهود اكبر من ان انا بس اطلع امثل دور، اني اكون فيه مختلف. فانا موهبتي في المنطقه دي مش في حته تانية، فممكن ده يكون هو ده التقصير اللي مني ممكن. طيب انا بس عشان الناس اللي ما تعرفش تعرف، لان مش كل الناس معانا على السوشيال ميديا، ومحمد كان نجم السوشيال ميديا في الايام اللي فاتت، لان زميلنا عمرو صحصاح كتب كلام من امير قراره كان هو اللي المفروض ياخد دور ابن محمود عبد العزيز في محمود المصري، لكن خده محمد نجاتي، فشوفوا امير فين ونجاتي فين. وبعد كده للامانه ولا الدقة طبعا القصة دي عملت ليك، يعني الناس حست قد ايه هي قريبة منك وقد ايه هي بتحبك، وناس كتير سندتك، ومنهم نجوم كبار بما فيهم امير قرارة نفسه حقيقي. لما انت طلعت قلت على قصة الاعتزال، لكن للامانة برضو ان صحصاح رجع تاني وقال ان انا ما كنتش اقصد خالص مقارنة بين امير وبين محمد، ولا انتقاص ولا تقليل، لكن دي انا كانت عاملها رسالة امل وتشجيع للشباب علشان يجتهدوا ويثابروا و و و و، فدي للامانة هو عملها. لكن انت انا عايزك تحكي لي على لحظة انفعالك، وان انت طلعت تقول في الفيديو انا لو اعتزالي هيريح الناس انا هعتزل، هل ده كان انفعال ولا ده بجد كان ممكن يترجم لو ما عملش رد الفعل الرهيب اللي لصالحك ده كان ممكن تعتزل فعلا؟ طب انا اقول لك على حاجه،
اولا انا مش زعلان من عمري خالص، وبقولها له على التلفزيون، انا مش زعلان منك، بس انا بس عايز اوضح لك حاجه. زي ما كانت الرساله دي هي رساله تحفيز للامل، هي كان برضو يتضمنها رساله احباط. ما هو انت زي ما بتقول ان امير قدر ان هو يوصل لمكانه معينه، انت برضو في نفس ذات الوقت قلت ان نجاتي ما قدرش يوصل لدوت. طب انا كان في ايدي ايه وقصرت فيه عشان خاطر ما اقدرش اوصل لكده لغايه دلوقتي؟ هو المقارنه اصلا وفكره لغايه دلوقتي دي مهمه تاني. جدا، لان انت ما تعرفيش بكره في ايه. ده على فكره في زملاء كتير عانوا في منتصف حياتهم مش في البدايات، ودي تفرق. يعني انت ممكن تبقي بادئه حياتك في افلام كبيره وافلام مهمه، وتيجي في منتصف حياتك يحصل لك حاجات، الحاجات دي بتبقى خارجه عن ارادتك. انت مش طول الوقت، انا بقالي 30 سنه بمثل، مش طول الوقت هقدر اقدم كل الحاجات اللي انا عايزها، مش طول الوقت انا هفضل. وبعدين دلوقتي انا بعد ما بقيت مسؤول ما عنديش استطاعه ان انا بس استنى الاعمال المهمه. انا عندي التزامات، عندي اولاد، عندي مدارس، عندي مصاريف، عندي مسؤوليات تجاه يعني شغلتي. انت ممكن تشتغل حاجات لمجرد ان انت عشان التزاماتك وعلشان ان انت عندك مسؤوليات، مش عشان انت مستمتع. زي ما قلت مره ان فيلم نعمه انت عملته مثلا كده، وان في اعمال عملتها بالشكل ده. اكيد، ما هو انا راجل محترف، انا مش هاوي عشان اقدر يبقى عندي رفاهيه الاختيار. ورفاهيه الاختيار دي بتيجي لما تكوني انت ما عندكيش ازمات وما عندكيش التزامات، فدي يبقى عندك انت رفاهيه الاختيار تقدر تقولي لا. زي ما برضو لما قلت كده في فتره اني انا بعد عرق البلح كنت، يعني لما بتجيلي اعمال مش كويسه كنت بخلي ماما تنشف عليها البطاطس وكده، في ناس زعلت مني، بس انا كنت اعني ما اقول جدا، لان في افلام بتتعرض على الواحد دون المستوى جدا، موجهه بشكل كبير، بتتكلم في حاجات خارجه، دي حاجات انا ما ينفعش اكون بوابه لطرحها للناس، ما ينفعش، ما اقبلش على نفسي. انا عندي اولاد، عندي اصحاب، يعني عندي حتى لما بتتنازل بيبقى في عندك حد معايير أدنى. وحد ادنى طبعا، ان انت في حاجات مش هينفع تعملها طبعا. طيب احنا لكن كل الاحترام لكل الكتاب وكل الكتاب السيناريو، انا اشتغلت مع الاستاذ اسامه قرعكاش، الاستاذ وحيد حامد، الاستاذ بشير الديك، مجموعه كبيره من المؤلفين. فطبعا برضو من خلال برنامجك المحترم احب اوجه تحيه للاستاذ ايمن بهجت قمر اللي برضو عمل بوست وصالحني فيه، وانا عمري ما كنت ازعل منك لان انت فنان كبير. انت كنت متخاصمين ليه؟ هو زعل من الجمله اللي انا قلتها دي، لان طبعا هو سيناريست ووالده استاذ كبير في السيناريو. طبعا استاذ بهجت قمر طبعا يعني حد مهم جدا في المسرح المصري. طبعا طبعا. طيب هو انت كنت قلت ايه بقى زعله؟ اني بعد عرق البلح وقتها بقى كان عندي رفاهيه الاختيار، رضوان الكاشف طبعا وشريهان، فكان بيجي لي بقى وقتها افلام دون المستوى خالص وافلام صعبه. يعني لو كنت عملتها او كنت وافقت عليها كنت اتلام لوم فظيع، كنت ممكن يعني ابقى، يعني انت ممكن ما تحبيش تستضيفيني يعني لو انا كنت عملت لا حاجه زي كده. لا لا فده اللي خلاني اقول الجمله دي. طب احنا في الجمله اللي زعلتك واللي انت قلت عليها ان هي زي ما هي تشجيع في ناحية، لكن انت شفتها احباط في ناحية تانية، وخاصة ليك. عمرو معانا على التليفون. الكاتب الصحفي عمرو صحصاح، رئيس قسم الفن باليوم السابع. اهلا يا استاذ عمرو. اهلا بيك يا استاذ الخير، واهلا بالفنان صديقي يا الفنان المحترم محمد نجاح. عيد والمصالحة، واحنا بنحترم جدا اللي انت كتبته للتوضيح ان انت ما كنتش تقصد المعنى، لكن المعنى واجع محمد وقال ان انت زي ما عملت رساله تحفيز عملت له هو احباط. لا انا عايز اقول لمحمد، يعني محمد يعرف جيدا يعني قدر حب لي وتقديري لي كفنان وكانسان وكشاب محترم. على فكره محمد نجاتي ليه مش عارف مكبر نفسه ومعتبر نفسه ان هو من الجيل ده؟ انت لسه شباب محمد، لذلك في ناس لسه بتبدا تمثل. صحيح. يعني انا عايز اقول لنجاتي انت يعني ليك محطات يعني ضد الحكومه وعرق البلح وفي الدراما، ليك يعني حديث الصباح والمساء، انت كنت احد نجوم العاصفه وهي اولى تجارب المخرج خالد يوسف، يعني اشتغلت مع مخرجين لهم اسماء كبيره وعملت ادوار مميزه. فانت طبعا مش محتاج يا محمد ان انا اتكلم عنك، ومع اختلاف يعني مع اختلاف الـ يعني الازمنه واختلاف الساحه الفنيه بشكل عام، انا عايز اقول لك في فيلم العار
كان النجم الكبير نور الشريف كان هو اسمه الاول، اول اسم كان متصدر التتر. بعد 5 سنين في فيلم جري الوحوش هو نفس فريق العمل، اسم الفنان محمود عبد العزيز سبق اسم نور الشريف. فدي طول عمرها عادت الساحه الفنيه، اسماء تعلى واسماء تنزل شويه وبعدين ترجع لاسماء تاني. كذلك فنان محمد سعد هو احد نجوم السينما، عمل دور ثانوي صغير في مين اللي ما يحبش فاطمه مع الفنان احمد عبد العزيز. مين اللي بيحب فاطمه؟ عمرو يعني احنا بنحترم كل حاجه انت كتبتها والتوضيح والكلام اللي انت بتقوله دلوقتي، لكن هو عمل مشكله عن محمد. يعني نموذج وفكره فعلا ان الدنيا مراحل، مرحله كان نور الشريف، مرحله كان محمود عبد العزيز، يعني هي تبادل الادوار او تبادل السلطه في النجوميه نقدر نقول. لكن انت 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 وجعت فعلا، فلازم هو نسمع منه ان هو انت صافي ومسامح. لا طبعا طبعا، والله ما زعلت منه ولا مره. وكان الناس لما كانوا بييجوا يقولوا لي انت زعلان من عمرو، انا مش زعلان من عمرو، هو رصد واقع انا كان نفسي اتكلم عنه. انا بس الفكره كلها ان انا اكيد طبعا حصل لي حته الاحباط دي وحصل لي التنشنه دي، والاوجع من كده ان ولادي قروا البوست. دي اللي بتوجع. ده اللي حسسني شويه ان انا ايه متضايق. بس هي كانت مهمه جدا. ان وبعدين البوست والله يعني انا جاتي يعلم جدا، انا البوست تحفيزي، وان يعني بالعكس. وبعدين انت عارف انت فنان كبير وموهوب، انا جاتي وامير كراره فنان كبير ونجم له ادوار. فعايز يعني عايز اقول للناس يعني، طب بالعكس على فكره دي حاجه تضيف لك. يعني اللي فيه دور كان نفسه يعمله امير كراره وكان هو مرشح له على فكره، وكان تعاقب تقريبا او كانوا قاسوا ملابس الشخصيه على امير كراره وفي الاخر استبعدوه وجابوا نجاتي. فده لا يقلل منك ولا يقلل من امير كراره. انا ده بقول اكيد. والمهم صافي يا لبن. لا صافي يا لبن طبعا. وانت يا عمرو بجد اكيد يعني، ونجاتي محتاج يشوف الجانب الايجابي من اللي اتكتب ده، ان هو لقى حب الناس ورصيده عندهم والنجوم. فيعني ربنا كان رايد ان انت يعني ايا ما كان، واضح ان نيته كانت حلوه. انا عارف عشان كده بقول لك وباكد على فكره ان انا مش زعلان من عمرو. ان البوست انا جاتي كان بمثابه ترمومتر ليك، تعرف مين اللي الناس بتحبك. ترمومتر اللي يعني يقيس غلاوته عند الناس وقيمته عند الناس. بنشكرك يا عم جدا جدا. وهنسعى. تعالى نسمع الفيديو اللي انت عملته. ماشي. طب نشوف الفيديو اللي عمله محمد. لا طبعا ما تعتزلش ومش مبسوط مني، دي قمه الموضوعيه. يعني ان انت تبقى بتقول لنفسك انا مش مبسوط مني، وان انت بتراجع نفسك او ان انت شايف ايه الحاجات اللي انت عملتها وانت مش راضي عنها، دي موضوعيه وحكمه مش عند كل الناس على فكره. انا بقى يعني اللي يعني عايز اقول ان موضوع البوست دوت ليه كان بسطني على قد ما هو كان مزعلني، ان انا كان نفسي اطلع اقول كده. احنا ما بيبقاش بايدينا، احنا كفنانين ما بيبقاش بايدينا الاختيارات. يعني انا ما عنديش اوبشن ان انا ارفع سماعه التليفون اقول انا عايز اشتغل في العمل الفلاني. انا زي كل الزملاء بيستنوا التليفون اللي بيجي لهم عشان خاطر يشتغلوا عمل. هو دايما الفنانين اللي بيبتدوا من صغرهم كبار. انت بدات كبير وعملت عاطف الطيب وخالد يوسف، عملت ورضوان الكاشف الله يرحمه، العاصفه وعرق البلح وضد الحكومه وحد الصباح والمساء، الحاجات دي بعد كده بيتعبوا في حياتهم. يعني اللي بيبتدي كبير بعد كده في فتره في حياتهم بتبقى مش متزنه فنيا. يعني طبعا ممكن على مستوى السيناريوهات اللي بتتقدم. بس كمان في حاجه مهمه، الناس بتبقى متخيله ان الفنان دوت لما بيجي يعمل عمل بياخد ملايين الملايين، وده يخليه ده تصور طول الوقت. يتصور طول الوقت انه ما عندوش ازمات وفنانين وغير فنانين، فليه يعمل عمل زي دوت؟ لا انا راجل محترف، انا غصب عني ممكن يبقى عندي ازمه ماليه فتخليني اشتغل عمل انا ممكن اكون مش موافق على بعض العناصر فيه، لكن برضو مش في امكانياتي ان انا اختار كل العناصر. العمل بينجح بايه؟ انا في النهايه بختار سيناريو، بشوف مين ممثلين معايا، العمل شكله منور. بعد ما بخلص تمثيلي انا
المرحله مش تبعي خالص. طب هو ليها علاقه بالتوزيع، التنازل الفني ان انت بتختار عشان عندك التزامات، فطبيعي احنا كلنا بني ادمين وعايشين في الحياه والدنيا صعبه فممكن، لكن هل التنازل ده ممكن يضطرك لتنازلات اخرى يعني لما تتنازل مره هتتنازل كتير ولا؟ ما هو التنازل في ايه؟ ما هو التنازل في ايه؟ خلي بالك ما ينفعش تتنازلي في ورق تبقي انت مش مقتنعه بيه. انت ما بتتنازلش في سيناريو وحش او في كلمه وحشه خالص، امال بتتنازل في ايه؟ في اختيار شركه انتاج مثلا ما عندهاش الباور اللي يخلي العمل ده يوصل للقنوات الكبيره، ما تعرفش تسوقه يعني. يعني او ايه كمان؟ ايه ان العناصر مثلا قدامك مش يعني ايه ممكن كمان ممكن يحصل ده برضو، ممكن يحصل ده برضو. فمتبقيش انت اللي ماسكه كل الحاجات. يعني انا السنه اللي فاتت رمضان اللي فات دوت انا عامل مسلسل بطوله، انا بطل هذا المسلسل، طبعا بيشاركني البطوله الاستاذه هاله فاخر والاستاذ كمال ابو راي ومجموعه كبيره من من النجوم. المسلسل اتباع لمنصه ما نزلش في القنوات اللي الناس بتشوفها، لكن انا في النهايه بشتغل. اقول لا للمسلسل دوت ساعتها عشان هو مش هيتعرض في قنوات مهمه، اعمل ايه؟ امتى او من قد ايه شفت ان انت مظلوم؟ يعني شفت ان انت يعني مش عارف ان انت عملت حاجات مهمه كبيره جدا في الاول، وبقيت انت في مرحله دلوقتي فيها يعني عدم ثبات او تطور طول الوقت يا سهير. يعني طول الوقت شايف نفسك طول مظلوم؟ طول الوقت شايف ان انا يعني عندي باور اعمل ادوار مختلفه، يعني انا بحب العب ادوار مختلفه، فطول الوقت حاسس ان انا يعني اشوف مثلا ممثل زميل بيعمل دور كان نفسي انا اعمل الحكايه الغيره الفنيه. ايه اكتر حاجه تفتكرها يعني في الاخر شفت فيها حد وقلت وغيرت فنيا قلت يا ريتني انا عملت الدور ده؟ هو مش دور معين، هو مسلسل. إيه؟ مسلسل الاختيار. الاختيار طبعا. اللي هو اي حد بيطلع فيه مشهد ده في التاريخ. وده لاني انا طول الوقت شايف ان تشكيل الوجدان بيجي من خلال الاعمال الفنيه. يعني الفن بيأثر في تشكيل البني ادم، في تشكيل وجدانه من وهو طفل. كنا زمان عندنا مسلسلات وافلام دينيه ومسلسلات وافلام وطنيه. قعدنا فترة كبيرة مفتقدين الحتة دي. فأنا كان نفسي يبقى أنا واحد من اللي بيشاركوا في زيادة إحساس الشباب بوطنيتهم. كمان من الحاجات المهمة في رمضان في قصة الوعي ده كان جزيرة غمام. طبعا. عبد الرحيم كمال وكل الناس اللي اشتغلوا في المسلسل كل تحية واحترام. طبعا. في حد بيحبك. ونكمل بعد كده حوارنا. يلا. انا مش هقول هو معانا مين، انت قول الو وانا بحبك جدا جدا وكل سنه وحضرتك بالف خير. قول الو محمد، انت قول الو. الو الو اهلا يا حماده يا استاذ يا حبيبي يا غالي يا حبيبي يا محمد يا سلام عليك يا عم صلاح. ازاي حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب، وبجد كل السعاده لما بنسمع صوتك، نفسنا طبعا تنورنا بس نكتفي بسماع صوتك على الاقل يعني. والله يا زهير انا يعني ايه حتى في ظروف صعبه قوي لان كنت بنقل وبتاع وكده عشان يعني باخد اجازه من الاجازه. مبارك يا محمد، انا جاتي باخد ايه اجازه من الاجازه يا حبيبي يا حبيبي. انما ما عرفت ان نجاتي معاكي قلت لا يلا سهير ماشي ربنا يعني يخلي حضرتك. صلي الشرف ان اكلم محمد والله يا حضرتك. كتبت بوست حلو قوي لمحمد. حضرتك بقى منك ليه تقول لنا اللي حضرتك كتبت؟ لا بص يا مش كتبت بوست، لا انا كمان انا كلمت ده هو كلمني في التليفون وكلم عمرو في التليفون وكلمت عمرو صحصاح. امال ايه؟ انما كتبت تعليقاتي كانت كلمه واحده. رضا البحيري زميلتنا الجميله العسل كانت متضايقه قوي عشان محمد، انت عارف انا جاي مش كده؟ ايوه حصل. فهي اللي كتبت البوست يا سهير، وانا دخلت عليها وقلت لها هكلمهم. وفعلا كلمت نجاتي. لقيته كان عامل ازاي ساعتها؟ لقيت الفيديو اللي منزله محمد فقلت له هكلمك. فكانت التعليقات كتير قوي، قلت ممكن ما اشوفش تعليقي
فطلبته ما ردش، رحت بعت له على الواتس يا محمد انا بطلبك، مش كده يا محمد؟ حصل انا بحكي صح ولا ايه يا ابني؟ وبعدين لقيت محمد بقى كلمني وقعدنا رغينا كتير يا سوين. بقول لك هي مفيده فين؟ مفيده عندها بس الظرف طارئ النهارده فما جاتش، بس اكيد كان انا قلت واخده اجازه العيد بدري ولا ايه؟ لا 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 انا بنتك لوحدي. لا 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 عندها ظرف طارئ. قول لي حضرتك اكتر حاجه لقيت نجاتي ساعتها ساعه لما كلمته متاثر بيها وهو يقول لنا كلام حضرتك كان محفز وايجابي بالنسبه له ازاي؟ انا عايز انبه لحاجه، نجاتي ما قالش ايه انه هيعتزل، ما قالش الكلام ده. مش كده يا محمد؟ حصل يا استاذ. هو قال جمله في حاله الانفعال وانا عاذره فيها جدا، وقلت لعمرو صحصاح قلت له لا البوست بتاعك انا فاهم انت تقصد ايه، بس هو اتفهم غلط وكلنا يا سهير بنقع في الغلطه دي. ممكن الواحد يكتب حاجه بقصد معين بس تتفهم غلط، مش هجيب العيب بقى على المتلقي، لا اجيب العيب على نفسي واصلح، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. معايا يا سهير؟ سامعني؟ طبعا سامع حضرتك، اتفضل. هو محمد بيقول يعني ما معناه يعني مش كده ان هو يعني لو انتم متضايقين مني يعني انا ممكن اعتذر، جمله كده يعني صح فاهمه، انما الراجل ما قالش اعتذر في حاجه اسمها. وبعدين حكايه الاعتزال دي يا سهير انا مش عايز اطول عليك، بس كلنا فكرنا فيه يعني بجد، مفيش فنان ما فكرش فيه. يعني حضرتك حاله نفسي امتى فكرت حضرتك شخصيا في الاعتزال؟ امتى؟ في اي ظرف في اي وقت؟ بس ولا اعتزلت ولا حاجه ولا حاجه من ولا اعتزلت. انا مره كتبت بوست كده بس برضه ايه يعني يعني كان ساعات ايه مش عارف، كان حد كاتب حاجه، حد فنان برضه او فنانه شهيره يعني بمعنى معين، فانا هزرت فيه وده كان غلط مني، فجمهورها عاتبني جدا فصلحت الغلط. اديني بقول لك اهو، انما إيه انا فكرت بالاعتزال؟ فكرت ساعات. بصي ساعات الممثل بتجيله حاله نفسيه واخد بالك، بيلاقي نفسه ايه يعني متضايق ومضغوط او حاسس ان ما عادش فيه اهتمام زي الاول، ما عادش. الحاله دي اخذت من يعني وقت حضرتك قد ايه؟ يعني الحاله النفسيه اللي خلت حضرتك تفكر في الاعتزال اخذت من وقتك قد ايه؟ انا عارف انت عايزه تاخديني ليه، بس اقول لك حاجه واخد بالك انا جاتي بتابع معانا. ايوه حبيبي معايا. لا اصل هو حبيبي وزملكاوي زي حالاتي ف يعني مثلا او كوره انا من كتر الضغوط عليا كزملكاوي ايوه كنت بقول لهم انا لو الزمالك خسر الدوري هبطل العب كوره. يبقى بنبطل كتير نلعب كوره لان الزمالك طول الوقت بيبطلنا. انا هقدر العب كوره يا زهير. بصي انا هقول لك جمله كده مفيده ودي برضو لاخويا الصغير وحبيبي ومحمد، اشتغلنا احنا اتجمعنا في شغل كتير. محمد فنان جامد جدا وبدا من صغر سنه عمل حاجات مهمه مع اساتذه التمثيل. طبعا كان واقف قصادهم وحش يعني. الله يكرمك يا استاذ صلاح. انا معاكي ان ايه محمد مش واخد حقه دي الحقيقه. تعالي نعترف بالحقيقه دي، محمد كممثل بصي شكل محمد طريقه ادائه لا مختلف فعلا فعلا وليه طعم، وخلي بالك الممثل طعم. طب هو مش واخد حقه عشان هو مقصر زي ما بيقول ان هو مش بيعرف يسوق نفسه، ولا مش واخد حقه ان انتوا برضو بورصه الفنانين صعبه، السوق نفسه صعب، ولا مش واخد حقه في راي حضرتك ليه؟ الشغلانه طول عمرها كده يا سوير طول عمرها. خلي بالك ايه انا هكون صريح معاك، الجهات الانتاجيه كل فتره بتتغير يعني واحد طبعا في سني واني بقالي مثلا دخل على 40 سنة بمثل، فعصرت متغيرات كثيرة. ليه بتكلم على الجهات الانتاجية؟ لان هي اللي بتبقى الاساس يعني. يعني يأتي بعدها المخرجين، بس المخرجين الكبار اللي هم، شوف انا بتكلم بصراحة قوي، اللي هو بصراحة شديدة صحيح كلمته يقدر يفرضها على الجهه الانتاجيه. معايا يا سيد؟
انا مع حضرتك. يجي بعدهم السوبر ستارز بقى، او اللي احنا بنسميهم الميجا ستارز، برضه بيبقى ليهم كلمه، واخد بالك؟ دول بيأثروا بقى، المجموعه دي كل فتره بتأثر في ان ممكن طاقات كويسه قوي تتعطل، ومش محدش بقى بيشتغل وهو وحش. اوعى تصدق الحكايه دي، يعني مفيش ممثل هيصل لدرجه من النجوميه وهو ممثل ضعيف او ما عندوش قبول، لا. او حكايه الواسطه والكلام دي انا مش بايدها، انما ايه هي في المعنى اللي انا قلته لك ده. وساعات دي يحصل ممثل يتنسي وبعد ما يحصل الله ازاي ما فكرناش فيه، ازاي مش عارف ايه، فاهمه؟ عشان كده كنت انا في فتره يا سهير اكلم المنتجين اصحابي والمخرجين اصحابي واذكرهم، مش بعمل حاجه، لا ده انا بذكرهم بطاقات عظيمه مش موجوده، بس مش الكلام ده طبعا مش اليومين دول، لا انا بكلمك في يعني حضرتك تكلمهم تقولهم على ناس تانية مش موجوده في ذهنهم او مش على الصوره تفكرهم بيها. يعني بتصادف مثلا، ونجاتي عارف الحكايه، بتصادف ان انا من خلال علاقاتي ممكن ابقى قاعد في حتى في شغل انا مش فيه. وبيتكلموا مثلا الدور الفلاني وبتاع، اقول لهم طب ازاي انتوا ما فكرتوش في فلان؟ ليه ما فكرتوش في فلان؟ لانه فلان امانسي شويه. يعني عايز ايه اقول لك عشان ما اطولش قوي، ان الشغلانه طول عمرها طول عمرها فيها المعاناه دي، هتلاقي في فتره صح يا محمد ولا لا؟ مظبوط كلامك. هتلاقي محمد في فتره مش ملاحق على الشغل، مش ملاحق، صح ولا لا؟ صحيح يا استاذ صلاح، مظبوط. وبيرفض قد ما بيقبل، ليه؟ ما هو انا معروض عليا قد ايه؟ حسب المعروض عليا، فاهم؟ انا المعروض عليا كتير بقدر اختار يا سهير. تمام، يعني حضرتك عايز تقول ان سوق العمل فيه كتير يطلق عليهم المنسي، او في فترات لناس كتير بيبقوا هم منسيين. فكل سنه وحضرتك طيب وبالف خير، ودايما وكل الناس ما يبقوش منسي. وعايز اقول جمله اخيره بقى، ما دام اتكلمت في الموضوع الحساس ده، لانه موضوع حساس جدا يا سهير، هقول لك جمله اخيره. على نفسي انا شخصيا ساعات مريت بكذا ظرف، كنت بنزل امثل عشان الالتزامات المادي، الدخل المادي عندي التزامات عملتها في اكثر من عمل. ممكن بقى ايه الاعمال دي ما كنتش مقتنع بيها قوي. اقول لك بقى حاجه تانية، انا ساعات دلوقتي انزل امثل عشان اتحرك صحيا، تخيلي، واخده بالك؟ ليه بقول لك كده؟ ان ممكن تبقى الاختيارات مش في مستوى اللي انا عملته قبل كده، فاهماني؟ بس بيبقى ليها اضطرارات وظروف. محمد انا جاتي يا عم يا حبيبي، انت تستاهل كل خير. انت على المستويين يا ابني، ومكالماتك دي وتحفيزك ليا ده عمره انا ما انساه، والجمهور طبعا عمره ما ينسى ان استاذ كبير زي حضرتك ازاي ممكن يكون بيدعم زميل او اخ صغير زيي، فده طبعا التاريخ عمره ما هينساه لك يا استاذ صلاح. واحنا برضو في اساتذه وقفوا جنبنا، وانا دايما اقول ايه، ربنا جعل فلان سبب ليا، يا رب اجعلني سبب للاخرين برضو يا رب. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، يا رب وصيام طيبه حضرتك، بألف خير، ربنا يخلي حضرتك، سعيد عليكم وعلى حضرتك، ودايما بألف خير يا رب. استاذ صلاح عبد الله نجمنا الكبير والانسان الرائع ايضا. مفيش نجم، مفيش فنان بيوصل لحب الناس غير لما يكون هو اصلا عنده انسانيه تكفي ان هو يكون بحجم النجوميه دي. الاستاذ صلاح لما كلمني هو من اول اللي كلموني، وكنت انا في اللحظه اللي بقول لك عليها دي، مكالمته امتدت لساعه الا ربع، بيكلمني بيحاول يدور على نقط يرفع من روحي المعنويه، ويقول لي انا كلمت عمرو وهو ما كانش قصده، وانت وانت والكلام اللي قاله دوت انا مش هزود عليه، لانه طبعا هو يعني تقريبا قال نفس اللي انت قلته. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا، وكمان عايز اعرف فكره ان انت الاعتزال ده قلته امر وارد، زي ما هو استاذ صلاح قال كلنا بنفكر في الاعتزال، التفكير ده بيراودك كتير وراودك كتير ولا ايه؟ وفاصل ونرجع نكمل حوارنا.
وبنجات تحية لكل المشاهدين. ولسه منورنا محمد نجاتي. فكرة الاعتزال اللي جات واردة في الفيديو بتاعك، وزي ما الأستاذ صلاح بيقول كل الفنانين بيجي لهم لحظات تفكير، اللحظة دي بتراودك أكتر من مرة؟ يعني أنت ما قلتهاش كده يعني عبر الخاطر أو بالصدفة ولا إيه؟ يعني بص، هي جاية من فكرة إيه؟ اتنين مثلا زعلانين من بعض فبيقولوا أنا طب مش عاجبك أمشي، يعني عارفة الفكرة دي؟ لو مش عاجبك، لكن هي ما كانتش أبدا قرار، لأن لو قرار هطلع أقول أنا محمد نجاتي بقرر الاعتزال وسلام عليكم. فكرة الاعتزال لما بتجي للفنان بتبقى حاجة من اتنين، يا إما هو عنده حاجة شايفها تانية ممكن تكون أنسب له من التمثيل، أو هو مش لاقي مثلا مكانته هنا ففي مكان تاني هو أصلح له، أو إنه حاسس إن هو خلص اللي عنده، او حاسس ان هو زي ما انت حاسس كده انه مظلوم او مش واخد حقه او مش عارف ياخد حقه او المناخ مش مساعده او السوق لا غريب. لا لا، ده يبقى اسمه هروب. هروب ده ما يبقاش اسمه اعتزال. ده يبقى اسمه هروب. فانا يعني مش ممكن هعتزل عشان بوست، مش ممكن هضيع تعبي ومجهودي فوق ال 30 سنه بمثل عشان خاطر بوست او تقييم شخصي في الاخر، يعني شخصي في النهايه. طب فكره ان انا ابقى بدات كبير، ايه الطموحات اللي كانت عندك واللي كنت شايفها وراسمها لنفسك وبعدين ما تحققتش؟ ما دي بتعمل احباط. لا، واللي ما زالت موجوده الحمد لله. هي الشغف موجود طبعا. هي ايه ما تحققتش الطموحات اللي كانت عندك وقتها وقت ما بدات؟ تمام. هي نقول عليها كانت لما اموت وابقى ما عنديش الطاقه او ما عنديش جوايا الشغف اللي يخليني اقدم. كانت ونخلي الطموحات الموجوده عند محمد نجاتي من بدايته حتى الان، ايه اللي تحقق منها وايه اللي مش عارف تحققه؟ حاجتين. انا بشتغل التمثيل ده عشان حاجتين. اول حاجه اني انا بحب ابقى مش انا، ابقى جوه الشخصيه الجديده اللي انا بلعبها دي. بيبقى فيها متعه غريبه جدا لما تجسدي حاجه مش انت بتروح لشخصيه تانية، يبقى حاسسها بتاريخها بنشاتها بدنيتها. فدي بيبقى متعه لاي ممثل عارف اللي انا بقوله ده كويس جدا. الحاجه التانية ان انت تقدمي افكارك وتبقي فعلا صاحبه رساله، حتى لو الرساله دي انك تبسطي حد. ما هو ده في حد ذاته رساله طبعا. الفن صنع للمتعه، فكوني ان انا امتعك هي ده في حد ذاته رساله. فالحاجات الطموحات اللي انا عايز اعملها واللي انا نفسي اكون صاحب يد فيها، ان الشغلانه بتاعتنا دي شغلانه مهمه جدا. احنا زي المعلمين وزي ناس كتير قوي ممكن تفيد البلد، بل بالعكس احنا كان اثرنا بيكون قوي جدا. كان معانا عمرو سلامه وكان بيقول ان دايما الفن هو الحيطه المايله، او على حسب توصيفه يعني ان هو البردعه. ودايما احنا ما عندناش احترام للفن وللمهنه، يعني او مش عارفين قيمه المهنه وقيمه صناعها. انت بتشوف كده؟ انا يعني بشوف ان الناس من جواها بتبقى معانا جدا، بس ممكن لما بيتكلموا بمنظور تاني، نبقى فعلا البردعه زي ما بيقولوا. لكن هو من جواهم ما يقدروش يستغنوا عن الاعمال الفنيه، ما يقدروش يستغنوا عن المتعه اللي احنا بنقدر أيوة نقدمها. بس هم بيبقى في ناس جواها ازدواجيه، هو بيحبك لكن أيوة. انت اول ما يحصل لك مشكله مظبوط بالنسبه له كذا، فهو يعني يحصل بقى مولد الذبح الحلال، يبقى بتذبح من الجميع. مظبوط صح. لكن في الحقيقه ما حدش يقدر يستغنى عن الفن، لان هو زي ما قلت لك مش بيشكل فكر. دي حاجه بسيطه انك تشكل الفكر، ده بيشكل وجدان. بيعلم اجيال. هم ليه سموه القوه الناعمه؟ القوه اللي بقدر ادخل لك الفكره من خلال حاجه بسيطة، من خلال عمل درامي، وبيساعد على ده موسيقى تصويرية بيعيش جوه الموضوع. ف
فالفن ده يعني سلاح مهم جدا جدا. يعني قلت مرة أعتقد تصريح إن الفنان ده أهم من شيخ الجامع وأهم من الدكاترة الجامعة، لا يعني ممكن يبقى زي أستاذ الجامعة، ده كلام عمل لك مشاكل. يعني أستاذ الجامعة والمعلم والمبدع أي مكان في أي مجال ده هو بيشكل الوعي، فأنت مش أفضل ومش بس مش أقل. لا ولا أنت أفضل كفن؟ لا أنا بصي أنت بتقولي إيه أفضل. أنا عمري ما كنت أقصد الأفضل. هل أنا ينفع وأنا رجل عارف ديني كويس؟ بلاش أفضل. الأهمية بقى جاية من إيه؟ من إن هي أكثر تأثيرا، ودي الجملة اللي أنا كل ما بتسأل السؤال دوت أنا بحاول أوضحها. بتوضح وأنا معاك، يعني فكرة الأكثر تأثيرا طبعا الفن الأكثر تأثيرا، بس خلاص هو ده اللي أنا عايز أوصله. ونتمنى أن يكون الأكثر تأثيرا، لأن في خطابات دينية للأسف مش صحيحة وهي لها تأثير كبير برضو. يبقى أنا كان عندي حق، وتبقى الأكثر تأثيرا برضو. يبقى أنا كان عندي حق ولا لا؟ المفروض يكون الأكثر تأثيرا. هو أكثر تأثيرا بالفعل، اكثر تاثيرا على الناحيه الايجابيه والناحيه السلبيه. يعني انا ممكن يعني اودي الافكار في داهيه من خلال اعمال دراميه، وممكن اوعيها واكبرها وانميها واوجهها التوجيه المظبوط. فمن هنا بيجي ان هي ايه اكثر تاثيرا. طيب انت كنت بتشجع الاهلي وبقيت بتشجع الزمالك؟ انا بشجع كل حد بينزل ملعب وبيعرق وبيبذل مجهود عشان خاطر والله بجد اقول لك على حاجه. لا احنا المعلومات اللي عندنا ان انت كنت اهلاوي ثم اصبحت زملكاوي. انت زملكاويه يا شكل للاسف. بص اقول لك على حاجه، انا اهلاوي بالوراثه. اوكي. وبعدين لقيت فتره من الفترات مش فاكر امتى بس من زمان لقيت ان فريق الاهلي ال11 لاعب اللي بيلعبوا كانوا مش قد ناس تانية في فريق الزمالك بيبذلوا مجهود اكتر. أيوة فكان لازم فترة فيه نجوم كبار كده. انا بشجع بني ادمين. انا مش بشجع لون علم ولا بشجع اسم نادي. ففي الفترة دي شجعت الزمالك. وبعد كده جت فترة تانية كان فريق مصر المقصة عامل شغل حلو قوي في الدوري. فشجعت مصر المقصة. وبعدين ودلوقتي بتشجع مين؟ اللعبة الحلوة. انا بشجع يعني في النهاية احنا عايزين دوري قوي جدا عشان يبقى عندنا منتخب قوي جدا. طيب انت وانت في الجامعة كنت بتغني، دلوقتي برضو سمعنا ان انت هتقدم ألبوم غنائي وتغني وبتاع، هو في غنى؟ هو ما عادش في ألبوم غنائي. أيوة. هو بقى دلوقتي أغاني بتتعمل. بس انا بتفكر تعمل أغنية؟ بس انا زعلان على فكرة ان ممكن يكون الوقت خدني وان انا ما قدرتش اعبر عن موهبتي اللي في المزيكا وكده. عملت شريط في فتره من الفترات اللي هو من زمان لو انت في الجامعه. مظبوط. بس ما كانتش تجربه ناجحه. ما كانتش تجربه ناجحه لان برضو ما كانش فيه التسويق المظبوط. زائد كمان ان انا كنت بغني اغاني تقيل، اغاني طربيه، اغاني كده، ما كانش برضو بتلاقي الرواج المطلوب يعني. بس دلوقتي بقى انا ايه يعني بفكر اعمل اغاني. اوريدي عامل 3 اغاني دلوقتي وهتنزل على الصيف ده ان شاء الله. يعني احنا دلوقتي بنقول ان في 3 اغاني عاملهم محمد نجاتي ونازلين في الصيف ان شاء الله، واغاني بقى عاطفيه وكده مفاجاه بقى يعني. لا أغاني. طب لا قول لنا حاجه منهم. ما هي لازم تسمع بالمزيكا، لازم تسمع جمله جملتين كوبليه واحد. انا صاحي من النوم يا سهير. لا خلينا لما تنزل اغاني هنظبط احنا الصوت. ليها شكل وليها طريقه، وهي الاغنيه دلوقتي ما بقتش بس قول لنا كلام الاغنيه، جزء من كلام الاغنيه. لا احنا 3 اغاني واحنا كده ناخد الخبر كده من غير هي اسماء الاغاني. طيب في اغنيه اسمها بيزنس مان. بيزنس مان. ده افكار في الكلام جديده. في اغنيه برضو شعبي كده شويه اسمها العو جالكو. العو جالكو. لا انت داخل في كل الحاجات. لا هي تجارب جديده، مزيكا مختلفه. ان شاء الله تعمل حاجه. بس هو المهم انواع المزيكا. وانت ممكن تغني مهرجانات العو جالكو ده مهرجان ولا ده ايه؟ شبه مهرجان. اصل المهرجان دوت باختصار كده عشان ما اخشش في الموضوع ده لان انا ليا وجهه نظر يعني. انت دافعت عن مطرب المهرجان؟ طبعا لان بس الومهم في حاجه يعني، اختصار لكلامنا الومهم في حاجه اختيار الكلمات.
هي بس مشكله المهرجانات في اختيار الكلام. وهي مش شايف ان الموسيقى هي تيمه ولا تمتين هم اللي بيشتغلوا مقبوله مقبولة. أيوة بس هم مالهم يعني، وبنغير بقى الكلمات فتيجي بالصدفة مرة حلوة و10,000 مرة كلمات يعني. ما هو في النهاية ليس اللحن لها اللحن الكويس هيوصل، هيوصل غصب عنك للوزن. أيوة لحنهم بيوصل، بس أنا بتكلم على الكلام زي ما زي ما أنت بتقول. الكلام هو الأول المشكلة، لكن دي موسيقى معاصرة، موسيقى قابلها الناس، نوع من أنواع الأغاني اللي بترقص، مش ممكن هتيجي في أفراح أو في أعياد ميلاد او في مناسبات كده وهتشغلي اغاني طربيه. العو جالكوا ده بتكلم فيها عن نفسك شويه. طب ما هو الناس مثلا بتزعل من محمد رمضان لما بيقول انا الاسطوره انا نمره واحد. ما هو بصي، ما هو هي في النهايه الاغنيه دي انا عملتها من فتره، وطالما ما نزلتهاش يبقى هي مش محسوبه عليا. لما انزلها وابقى انا مقتنع ان ده تماما هو الكلام اللي انا عايز اوصله نقدر نتكلم فيها. ما انت قلت هتنزلها في الصيف، احنا في الصيف مش كلهم. انا عارف انا هنزل ايه وايه. يعني الحكايه دي انا ليه موقفها لغايه دلوقتي؟ لانها محتاجه تفكير كويس جدا. ايه الاغنيه اللي انا هقدم بيها نفسي للناس؟ ايه شكل الاغنيه بتصويرها؟ بس انت تمام، اغاني المهرجانات نعتبر ان العو الجاي ده من تصنف كأغاني مهرجانات عادي، حتى لو اتصنفت عادي جدا مفيش مشاكل. انت ليه نوع من انواع المزيكا اللي موجود وخلاص. في اغاني رومانسيه، في اغاني وطنيه، في اغاني بترقص، في اغاني شعبي، في أكيد. كل انواع المزيكا مقبوله. انت ليه بتتضايق لما بتتسال عن محمد رمضان؟ ايه المشكله؟ والله بصي، انا مش بتضايق ابدا. هو في اشتغلتوا مع بعض؟ طبعا اشتغلنا مع بعض. إيه؟ في مسلسل احنا الطلبه. احنا الطلبه ده في الزمان عشر. اوكي، من 10 سنين بالظبط. لكن ال 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 كان في حد بيستضيفني في مره، وانا كنت يعني الولد اللي بيستضيفني دوت سالني السؤال بشكل مستفز شويه. يعني لكن انا ما اقدرش ان انا اقول اني انا مش عايز اشتغل مع محمد رمضان، انا عايز اشتغل مع كل الناس. لا هو كمان ما اقدرش اقول ان محمد يعني رمضان بيقدم حاجه مش كويسه. يعني مفيش مشكله بينك وبين محمد رمضان. ايه؟ مفيش مشكله بينك وبين محمد رمضان نهائي خالص، بالعكس، ده احنا يعني كنا اكتر اتنين قريبين من بعض في احنا الطلبه. وهو محمد رمضان كفنان موهبه كبيره، وكانسان انا اللي انا بشوفه من محمد رمضان شيء رائع. في ناس تانية لها تحفظات، وعايز اقول لك ان محمد رمضان بشوفه انسان رائع على المستوى الانساني وعلى مستوى الموهبه. انا عايز اقول لك كمان حاجه مهمه جدا، في ناس ظالمه محمد رمضان بيقولوا ان هو كان سبب في حاجات وحاجات وحاجات وحاجات. هو ما كانش سبب ابدا. ليه؟ لان الفنان او السينمائي اللي هو الصاق تهمه العنف بان هو اعمال محمد رمضان اتقال عليه كده. طب وهل هو اخترع ده من دماغه ولا دي حاجه موجوده؟ والعنف اللي موجود من فجر التاريخ ما كانش لسه في فن ولا في محمد مظبوط. رمضان الفكره كلها، الفكره كلها ان احنا وسيله طرح. احنا ما نقدرش ان احنا نقول راينا، او ما تقدريش انت بتقدمي عمل فني فتقدمي حل. انت وظيفتك انك تطرحي ما هو موجود في المجتمع، وعلى المسؤولين اصلاح هذا بس الايه. بس انت هاجمت مثلا افلام زي نوعيه افلام السبكي، وقلت ان هو وكان فيهم حاجات لرمضان، وقلت ان هما من اسوأ او اسوأ من افلام المقاولات. لا يعني على النوعيه دي بالذات لا، لكن انا ممكن اهاجم افلام تخشي تتفرجي عليها تخرجي انت اتفرجتي على ايه؟ ولا في تسليه، ولا في مسج، ولا في معلومه، ولا في فن. فانت ده حصل عليكي عمليه نصب فني. اخر مره رحت السينما امتى؟ في حاجه اسمها نصب فني. اخر مره تعرضت للنصب لسه كيرة والجن اهو. كيرة والجن ده كويس. طبعا. لكن انت تعرضت امتى للنصب الفني؟ اخر حاجه شفتها وحسيت ان ده نصب فني. شوفي، كان في فتره من بعد الثوره من 2011 لغاية 2015، الفترة دي كانت مليانة أفلام فيها النصب الفني دوت، اللي هي أفلام بتقدم الغنوة والرقاصة وسلام عليكم، هو ده الفيلم، وجواه أي حاجات بتحصل. أنت عندك حق. طيب دلوقتي في ثلاث حاجات. أنت كان المفروض تعمل بليغ حمدي وما تعملش، واعتقد كان مجدي احمد علي مظبوط كان هيعمله. مظبوط، دكتور مجدي وبنمس عليه وبنحييه. طبعا انت احمد زكي رشحك ان انت تعمل عبد الحليم حافظ وما عملتوش. صحيح.
انت في حاجة تالتة بس اسحب ولا عز كنت هتعملها مع شركة تانية وما عملتوش. نيجي من اخر نقطة، مبسوط ان انت ما عملتوش لو كان اتعمل مع شركة تانية بعد الدوشة اللي حصلت، ولا لا بالعكس كنت تبقى مبسوط وتعمله؟ ايه الدور اللي انت كنت مترشح له؟ الفكرة ان الفيلم ده فيلم يعني بلغة السينما فيلم حلو. فكره انك تعملي فيلم وان لوكيشن ما تقدريش تسيبي الفيلم ثانيه تخشي تشربي وترجعي تاني، دي لغه سينمائيه حلوه جدا. ومش اي حد بيعرف يعملها. لدور ايه كنت مترشح؟ لدور ايه فيه؟ اللي هو زوج الـ 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 البطله اللي هو اياد نصار اللي عمله اياد. لو كنت عملته بعد الدوشه اللي حصلت دي كلها كنت هتبقى انا بس كنت الفيلم كله كان مشكلته ان المخرج اللي كان عايز يقدمه كان عايز يعمله زي ما هو وزي ما اتعمل اصحاب ولا اعز. انا كان كل اعتراضي على فكره ان انا اطرح مشكله المثليين فقط. يعني هو ده يعني انت كنت مرشح لدور اياد لكن عشان الفيلم كان فيه فكره المثليه فانت كنت ضد. مظبوط. طب والحاجات اللي بتعملها ديزني وبتعملها الحاجات الكتيره دلوقتي مرفوضه طبعا مرفوضه طبعا. في حاجات ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها لان هي حاجات يعني انا ممكن اتكلم عن العنف لانه موجود في المجتمع وعايز اصلح منه، لكن في حاجات انا ما اقدرش ان انا اطرحها لان طرحها بيزيدها. طيب اياد نصار اعتذر عن الدور بعد الاراء الرد الفعل السلبيه، شايف اعتذاره ازاي؟ مقبول جدا طبعا لان انا هو بقول لك انا ما عملتش الفيلم بس انا كنت معترض ان ده يبقى. طيب منا يعني رغم ان انت بريك حمد الاول هتعمله ولا لا؟ نفسي والله من حوالي شهر كده فكرت اكلم الدكتور مجدي احمد علي واقول له ما يلا تاني يلا اكلمه يا رب يلاقي شركه انتاج تتحمس. بريك حمدي لغايه دلوقتي ناس بتاكل على اغانيه عيش. طب لما ما عملتش عبد الحليم حافظ رغم ترشيح احمد زكي ليك وانت صغير تعمل عبد الحليم زعلت؟ لا انا ما كنتش اعرف اصلا الترشيح دوت. انا الترشيح ده انا سمعت عنه من مذيع كان بيستضيفني في برنامج وقال لي ده على البرنامج على الهواء. انا ما كانش عندي المعلومه. انت اعتذرت عن ايه في مسلسل حاج متولي؟ عن دور اللي لعبه مصطفى شعبان. وندمت؟ يعني كان بدايه نجميه مصطفى. بصي انا ما بندمش. ما بتندم. انا حته الندم دي ما بحبهاش، لكن انا ليه اعتذرت؟ لان كنت بلعب حديث صباح والمساء وكنت فما ينفعش تعمل الاثنين. انت من النوع اللي بيركز. انا كنت عايز انا بعمل مراحل عمريه في حديث صباح والمساء فكنت عايز اتخن عشان الحركه في الكاميرا. طيب بتبقى اخر حاجه اي وقت نعمل في الفتره الاخيره بحث عن محمد نجاتي نلاقي قصتك مع منى فضالي دي عملت ترند. منى عرفه. منى عرفه انا اسفه بنحيي منى فضالي ومنى عرفه. منى فضالي حبيبتي ده ضايقك يعني ده ترند مفيد بالنسبه لك ولا ضايقك وكانت ايه المشكله؟ والله يعني استفدت ما اقدرش اقول لك ما استفدتش. برامج كتير كلمتني وبقيت موجود انا من ساعه. ايوه بس هي المشكله زي ما اتقالت والناس عرفتها ان هي منى اعترضت ان انت مش عارفه ماسكه الايد يعني ده كان الحقيقي يعني ده كان دقيق قصدي. طبعا هي طلبت مني ان انا ما امسكش ايديها فانا اعترضت. كان قبليها طلبت مني ان انا ما اشيلهاش انا وافقت لكن انا لما امسك ايديها او انا بسلم عليها كل يوم ما لقيتش ان ده في منطق يعني ما انا اقبل ان انا انك تقولي لي ما تشالش حريه شخصيه مع انه كفن ممكن ابقى معترض عليه لكن في النهايه حريات. اما بقى ان انا لدرجه ان انا امسك ايديها فتعترض ويتم طلاق بسبب حاجه زي كده فالموضوع كان اوفر. كان استفدت مبالغة. من الترند. خليني بس اقول لك حاجه. استفدت من الترند طبعا. مع ان انا مش عامله ولكن لقيت برامج كلمتني وحاجات مهمة قوي حصلت لي. والمسلسل كمل بعد الخناقة دي هو فيلا اسمه ايه؟ فيلا حاجة فيلا 101. فيلا 101 خلص؟ ناقص فيه يوم تصوير. ايوه بس خلاص يعني يعتبر خلص وهيتعرض يعني. ان شاء الله. وكملت مشاهدكم مع كملت مشاهدك مع منى؟ ما كملنا عادي على خير وبتتكلموا عادي ما فيش مشكله. انا كانت مشكلتي مش مع منى، انا كانت مشكلتي مع جوز منى اللي قوم الدنيا وما قعدهاش بسبب كنت حاجه. كنت شايف ان دي مبالغه او ان هي يعني محاوله مبالغه كبيره جدا ومحاوله للبحث عن ترند وكل الحاجات ولانها جت في صالحي. انا عايز اقول لك انا اخر عمل مهم عملته كان في 2020 في مسلسل ضربة معلم مع حبيبي واخويا وصديق العمر محمد رجب.
من 2020 ل 2022 انا شغال على الحاجات السوشيال ميديا واللي بتتقال عليا والجدل اللي بيحصل دوت. فالحمد لله يعني مفيش فن في سوشيال ميديا. في فوائد سريعا يا محمد، انت عندك ولاد قد ايه؟ انا عندي زياد 13 سنه ما شاء الله، عندي ريناد 10 سنين، اسمائهم حلوه قوي، عندي ريليا. ريليا يعني ايه ريليا؟ مامتها بقى ندى هي اللي سميتها ريليا، جايه من الرياليتي يعني جايه من الحقيقه حقيقي يعني. ومامتهم اسمها ايه؟ ندى. ندى بنحييك يا ندى، وكان نفسنا يبقى في عندنا وقت فنتكلم عنهم وعن ندى، بس بنحييك وبنشكرك جدا، بنتمنى لك اعمال حلوه كتير جدا. قبل ما انهي انا مهم جدا ان انا اشكر امير كراره هذا النجم الكبير، وكتب كلام مهم قوي امير، وبنحييك. كتب كلام اثلك صدري فعلا، فطبعا نجم كبير، والكلام ده ما يطلعش غير من نجم كبير وانسان عظيم. وان شاء الله نشوفكم سوا في عمل زي ما هو باذن الله. ده شرف ليا وعلى دماغي يا باشا مصر. ايوه على دماغي يا حبيبي. اشكر الاستاذ شريف منير، وشريف منير كمان كتب كلام جميل. طبعا كلام جميل جدا، واحكى لي قصه برضو انه يعني هو برضو مر بنفس الظروف لغايه ما كلمه الاستاذ عادل امام وبدات الدنيا تتغير معاه. اشكر الاستاذه مادلين طبر، رندا البحيري بالفيديو اللي عملته دوت اللي كله كان يعني دايماً حب جدع. اشكر جروب معمول في شبرا اللي هي مسقط راسي ومنطقتي لغايه دلوقتي، جروب عظماء ابناء شبرا اللي بيضم عدد كبير جدا من الشبراويه اللي ساندوني ودعموني، اشكرهم من كل قلبي. مش الشبراويه بس، اهل شبرا كل الناس دعمتك طبعا طبعا طبعا. ولكن طبعا ان ما كانش ليا خير في اهلي فانا ما بقاش ليا خير في الناس. شكرا شبرا، شكرا مصر، شكرا كل الوطن العربي اللي دعمني، وان شاء الله دايما اكون عند حسن ظنكم واقدم لكم كل حاجه انتم بتحبوها. واحنا بنشكرك ان انت اختصتنا في قناه النهار برنامج الستات ان انت تكون معانا بعد القصه اللي حصلت دي، فان احنا ان يكون ده اختيارك فده على راسنا، وبنشكرك جدا. دي حاجه تشرفني يا استاذ سمير، وده برنامج محترم، وان شاء الله بقى اجي لكم في مره تانية عشان نتكلم بقى في موضوع الستات ده بالظبط، عشان بالزبط. يعني مهم ان شاء الله جدا. كل تحيه ليكي وتحيه لكل الستات مصر والوطن العربي كلهم، وتحيه لكل جمهوري المحترم اللي اتمنى ان شاء الله اني دايما اكون عند حسن ظنك. شكرا شكرا، واحنا رايحين المطبخ، تفضلوا معايا. التالي مطبخ وبنجد حال كل المشاهدين. عيد الأضحى يعني عيد الفتة، يعني عيد اللحمة والحاجات الحلوة والأكل الحلو، الأكل المصري طبعا. مين أحلى حد يعمل لنا أكل مصري؟ النصرة الجميلة، كل الأكل بقى رقاق يا جماعة، والفتة والحاجات الحلوة طبعا مفتقدين. مفيدة أنها ملكة المطبخ، بس أنا ما قلتلهاش منالها أن أنا أقف في المطبخ، فقلت برضو بوصفي كده مراقب هبقى مع أستاذة نصرة منورانا. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. ايه المختلف في الفته الحلوه بتاعتك اللي احنا شايفينها؟ احنا هنعمل فته موزه والمختلف بقى فيها هنعمل بقى مع بعض واقول لك يعني ايه. طب يلا سريعا. طيب تمام. وطبعا التورته دي بشكر دي الفته اللي معانا الحلوه، ودي الزبده الجامده جدا، سمنه بلدي طبعا. التورته دي مش عارفه باينه ولا لا، بشكر زميلتنا المذيعه الجميله ريهام ابراهيم عاملاها لي وحاطه لي روجات وشوز وفيونكه، يعني عامله حاجات شبه شخصيتي يعني. بشكرك جدا يا ريهام، التورته حلوه جدا. ودي تورته رباب عبد العاطي عاملاها لي، والله كانت دورين وكانت فيها شغل كبير وكتير، كانت حاجه فخمه قوي، بس طبعا بفعل كل الطرق والحاجات للاسف يعني تم القضاء على جمالها يعني، بس طعمها حلو قوي. ساره دقتها وقالت لي طعمها حلو، وساره عملت لي امبارح تورتايه حلوه قوي، وكل فريق قناه النهار كانوا موجودين بشكرهم جدا. ونصر يلا بعد الزبده حطينا مستكه وحبهان ولورا اللي هو الحاجات الحاجات الطبيعيه دي وبعدين نشوح الموزة. ونشوح بقى ايه الموزه فيها ايه ده؟ الموزه دي بتلو ولا مش لازم تبقى بتلو؟ لا دي ضاني. ضاني حلوه. امبارح كان معانا الدكتوره شريفه وقالت ان الضاني ده اعمل من اللحمه العاديه، اخف يعني. اشوحها في صينيه احسن. هو الحله الحله صغيره عليها.
بس يعني احنا لما نعمل نجيب صينيه كبيره علشان نعرف لازم تبقى الحله ما نعملش في الحله دي يا جماعه. ونحط البصل في السلق. لازم تتشوح كويس قوي بس كده. انا هعملها بقى ايه بايدي معلش. نعتبر ان احنا حطينا صينيه وعملنا فيها خدت وضعها كويس جدا وارتاحت وكل حاجه. خلاص بنحط بقى الميه. خلاص كده بعد ما تتشوح بنحط ميه سخنه. تمام. وبعدين نكون احنا بقى سلقين الرز. الرز برضو اما بنيجي نعمله لازم نتشوح برضو في مستكه ولورا. والله فكره حلوه يعني. ما نعملش على طول نغلي الميه. لا لازم المستكه مع المستكه مع الرز. حبهان ومستكه ولا مستكه بس؟ لا مستكه وورق لورا. مستكه وورق لورا. ونحط شويه فلفل اسود على الموزه. تمام. بس الفته بقى دي ليها طرق كتير يا استاذه نصرة. يعني ناس تحط رق رز ورق عيش وبعدين رق رز فوقيه ورق عيش يعني بتعمل رقات. وفي ناس بتعملها رق ورق. انت انا عامله رق ورق. حاطه الرز العيش والعيش متحمص طبعا بحته الزبده. تمام. وشويه توم محمرين. زبده وتوم. ورشه فلفل صغير. ومتحمص بقى العيش خالص يعني بيبقى زي كده. العيش بقى ما بنيجي نعمله فته لازم معلقتين بس شوربه. تمام. عشان ما يبقاش بايش قوي لان هو هيطرى مع السخونيه بتاعه الرز. دي نقطه مهمه جدا لان عشان ما يبوش ما يبقاش بايش وطري قوي. معلقتين بس شوربه. معلقتين بس شوربه وهو هيطرى من السخونيه بتاعه الرز لما تحطيها يعني. تمام. عليه وتتقدم كده بالهنا والشفاء. ولا الموزه دي بدخلها الفرن بعد كده بعد ما اسلقها؟ لا الموزه هي كده ما بتتسلق بتتشوح. هي بتتسلق. بس كده خلاص بتاخد اللون بتاعها ده. قول لنا بقى الرقاق نعمل ايه؟ بس بلاش بقى الرقاق. بنعمل اللحمه بنعصج لحمه. اللحمه هنا. بقى نعصجها. شويه ممكن احطها هنا مش مشكله. ممكن نشيل لك دي لو انت عايزه تحطها هنا. خلاص مش مشكله ما دي ملهاش لازمه. هاتيها بقى اللي ملهاش لازمه. ماشي. بتحط الزبده. هنحط بقى حته زبده برضو. تعرف ان انا عمري ما اكلت رقاق خالص. لا ده جميل الرقاق بقى البلد بتاعنا ده. ولا مكرونه بشاميل. الحمد لله يعني ان انا ماليش فيهم الحمد لله. بس السمنه كده بس اول ما بس تسخن. طبعا اكيد الناس بتحبهم جدا واكيد طعمهم جميل. لا يعني. الرقاق طبعا جميل جدا بالذات بقى الرقاق البلدي بتاعنا اللي هو يعني انت بتبقي انت شارياه رقاق بلدي. انت بتعمليه في البيت؟ لا جايباه من حد بيعمله بلدي. الرقاق ده بقى يتاكل بالعسل والجبن الحدقه. لا هو ممكن يتعمل حلو برضه والله. اما نيجي نعصج اللحمه ننزل بيها ايه قبل البصل. تمام. ننزل بيها قبل البصل الاول. يعني بنعمل اللحمه الاول. اللحمه الاول. لا اللحمه الاول لحد ما لونها كده يتغير يعني. تمام. وبعد ما لونها يتغير احط البصل. نحط بقى البصل ونحط عليها شويه فلفل. ونحط سنه بوست الطيب. البهارات دي كويس. يبقى فلفل اسود وجوز الطيب. وجوز الطيب والملح لسه بقى والبصل شويه كده بس. ناخر الملح والبصل. ناخر الملح والبصل. هي كده اللحمه اهي خلاص. حضرتك برج ايه؟ جوزاء. جوزاء. ده انت قبلي على طول. ده الشهر اللي فات. كل سنه وانت طيبه. 27 وانت طيبه. ده انت قريبه على فكره من السرطان. يعني واخده حاجات من السرطان. برج السرطان في ناس نجوم كبار اكتشفت انهم برج السرطان. انا قعدت هنيت ناس كتير بس مثلا الفنانه الجميله غادة عبد الرازق برج السرطان بقول لها كل سنه وانت طيبه. الفنانه الكبيره الجميله الرائعه رغدة وحشتنا كتير. وحشتينا قوي قوي يا رغدة كل سنة وانت طيبة عشان هي برج السرطان. كمان من النجوم اللي وحشونا جدا الجميلة هدى رمزي
كل سنه وانت طيبه. يعني دول يعني دول حاجات جميله بجد، يعني من جميلات الشاشه، يعني سواء غاده او رغده او هدى رمزي، دول من جميلات الشاشه. فكل سنه وانتم طيبين. يعني مش عارفه احسن البرتقالات هاتيها هنا. حسنا البرتقالات مش عايزه. طب دي سخنه فدي واضح انها ولعه دي، بس في حاجه هنا اتطفت. لا دي كانت ولعه بس. لا بصي دي سخنه، دي سخنه هاتي عليها. طب احكي لنا بقى بسرعه يعني نعمل ايه؟ يعني كده بعد ما أول بعد ما تاخد كده اول ما تاخد لون خالص هنعمل ايه بقى؟ بنروح يعني حاطين عليها البصل. تمام، البصل والملح، ولا خلي الملح برضو متقلي؟ الملح اخر حاجه. اخر حاجه. وبعدين الرقاق بقى بنحطه في الصينيه ونسقيه شوربه؟ بنسقيه شوربه. ورقرق ولا بتحطي مجموعه كده في الرقاق؟ لا انا بحط ثلاثه بس، ثلاثه تحت وثلاثه فوق. ومهم جدا لما تيجي تعملي الرقاق بيبقى الصينيه بندهنها سمنه كويس، واول رقاقه تحت ما بتتبلش بالشوربه. دي نقطة مهمة جدا. يعني أول واحدة ما بتتبلش خالص، نكتفي بس بالدهان اللي احنا عاملينه. وبعدين نبل الاتنين التانيين قبل ما نحطهم، ولا احنا لا عايز أول. احنا دلوقتي دهنا الصينية سمنة وحطينا واحدة رقاق مش من غير ما تكون محطوطة في الشوربة. اوكي. التانية نحطها شوربة، نبلها في الشوربة ونحطها. يعني الصينية ما بتبقى ستة بتبقى حلوة. تمام. يعني تلاتة فوق وتلاتة تحت. يعني أنت بتبلي الخمسة التانيين. الخمسة التانيين بيتبلوا، وبعدين السمنة بحطها تحت وفوق بس. ما شاء مش بين الله. كل رق. وكمان بتتحط بين كل رق الرحمة. لا الرحمة. لا كويس، يعني سمنة من تحت وسمنة من فوق من الوش. ايوه بس. والحشوه بتبقى اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه بس انا مش والصلصه بقى تتحط امتى وتطلع كده بالشكل اللي هناك الصلصه انا عايزه بس اللي متشاف هناك في الركن البعيد الهادي ده. الصلصه اهي انا هنا عامله منها، بس انا عايزه بقى عايزه ايه؟ بتبحثي عن البوتاجاز؟ البوتاجاز مش شغال تقريبا. البوتاجاز ظاهر يعني مفيده الوحيده اللي بتعمله تقريبا. مش عارف. فهو دلوقتي بطيء يعني قوي. اكيد بيعلى الحياة. انا مش عارفه تكات وحركات. المفيده بقى هي اللي تعرف التكات والحركات. حد مساعده صديق بيتولى بيعلى ازاي؟ ممكن حد بيعلى ازاي؟ حد يقول لنا طيب بيعلى ازاي يا شباب؟ اهو دوسنا. طب هو واضح ان البوتاجاز نفسه في لا مفيش، لا هنا عايز اشعل في مشكله هنا. ولا هنا برضه. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة حبيبتي. كل عيد دايما كده بيتك عامر واكلاتك عامرة. وطبعا بقى الشكل الفتة بقى بيتاكل معاها الترش البلدي، وسلطة بقى الطماطم البلدي برضو طماطم وبصل. وبيتحط بقى الصوص بتاعها فص ثوم وشوية سكر صغيرين كده. فص ثوم وسكر للفتة؟ لا للسلطة. للسلطة. الدريسنج بتاع السلطة. اوكي. ثوم وسكر وخل وشوية ملح. ثوم وسكر وخل وشوية ملح. دي للسلطة اللي هي البلدي. بتاعتنا. والطرش طبعا البلدي برضو معاه. وطبعا عشان الحر بقى. فالفاكهه بقى هي احسن حاجه انها تتاكل. طبعا معاها. احنا دلوقتي انت جبت لنا العيديه، عملت لنا الحاجات الحلوه دي، عيدت علينا. احنا بقى هنعوضك في الوقت ده ان شاء الله بعد العيد ان شاء مره الله. ثانيه نعمل بقى تعويض وتكون ملكه المطبخ ان شاء الله. طبعا والله البوتاجاز اللي مش راضي يعلى ده. والله بشكرك جدا. متاكدين ومفيده. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. كل سنه طيبه عشان عيد ميلادك برضو. اشكرك. ميرسي خالص. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. ربنا يخليكي. كل سنه وكل برج السرطان طيبين. كل سنه وكل الناس طيبه. عيد اضحى مبارك يا رب تعاد عليكم بكل بركه وخير وسعاده وكل الارزاق الحلوه. ونشوفكم بعد العيد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. نشوفكم على خير. شكرا. الى اللقاء.